ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا علاء رشوان موفد التلفزيون المصري. بعد تحية علاء، حدثنا عن أبرز نشاطات السيد الرئيس اليوم. تحياتي إليك. انتهى منذ قليل لقاء هام استقبل خلاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن قادة المنظمات اليهودية الأمريكية، وهو لقاء يحرص دائما قادة هذه المنظمات على عقده مع سيادة الرئيس خلال زيارته المتكررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء إلى نيويورك مشاركا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أو زيارة سيادته الرسمية إلى العاصمة واشنطن. في هذا اللقاء المطول جرى حديث حول جملة من القضايا والموضوعات، واستمع الحاضرون إلى تقديرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدد كبير من قضايا المنطقة، كان في مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات القضية الفلسطينية والمباحثات السلام المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. جرى التأكيد من جانب السيد الرئيس على أهمية حلحلة هذه القضية بما يضمن أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وأن هذا الحل الذي ترجوه مصر وتدعمه هو الحل الذي يستند إلى مقررات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو عام 67، ودولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. في هذا اللقاء أثنى الحاضرون على الدور الهام المحوري الذي تطلع به القاهرة في حفظ أمن واستقرار المنطقة وحلحلة كل الأزمات بطريقة سلمية تضمن مقدرات الشعوب المنطقة. في هذه الأثناء يستعد السيد الرئيس إلى التوجه إلى مقر قاعة المؤتمرات المركزية بواشنطن ليشارك في فعاليات عدد من الجلسات التي من المنتظر أن تجري مساء هذا اليوم بتوقيت القاهرة، ظهر اليوم بتوقيت واشنطن. أحدى هذه الجلسات التي سوف يشارك فيها السيد الرئيس حضورا ويلقي كلمة مصر أمام هذه الجلسة، هي الجلسة الخاصة بالأمن الغذائي وتحديات الأمن الغذائي من بعد جائحة كورونا وعلى خلفية التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. السيد الرئيس سوف يركز خلال كلمة مصر في هذه الأثناء على ضرورة خلق نظام غذائي مرن يسمح بتلافي التأثيرات السلبية للأزمات، سواء الأزمات السياسية أو الأزمات الاقتصادية، باندماج القارة الإفريقية مع الاقتصاد العالمي للحد من تأثيرات التحديات العالمية التي تشهدها سواء القارة الإفريقية أو مناطق أخرى من القارة. في خلال ذلك سوف يواصل السيد الرئيس أيضا نشاطه بلقاءات متعددة، سوف يقوم سيادته باستقبال عدد من رموز وقادة الإدارة الأمريكية من جانب أو عدد آخر من الرؤساء والزعماء الأفارقة المشاركين في فعاليات هذه القمة التي سوف تختتم فعالياتها اليوم بعدد من المنتديات. كما أشرنا، الجلسة الختامية التي سوف يحضرها الرئيس هي جلسة خاصة بالأمن الغذائي في إفريقيا، سوف تسبقها جلسة أخرى حول تحديد وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف مع إفريقيا، وجلسة ثالثة حول تعزيز شراكة الجانب الأمريكي مع إفريقيا لتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة في القارة السمراء حتى عام 2063. علاء رشوان موفد التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.